السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة ميمي دام الكوكيزا. كنتمنىكم تكونوا بأحوال جيدة بإذن الله. وصفة اليوم كنصحكم تجربوها لأنها كتجي بنينة بزاف، اللي هي ميني بيتزا بطريقة ناجحة وبعجينة قطنية، وحضرت لكم معها أروع صلصة طماطم بطريقة رائعة وسهلة وكتجي روعة. ندوزوا للمكونات وطريقة التحضير وكنتمنى لكم فرجة ممتعة. بسم الله على بركة الله. غادي نحتاجو في المكونات معلقة صغيرة ديال الخميرة الفورية أي الخميرة ديال العجين، معلقة صغيرة ديال سكر سنيدة، معلقة غير ممتلئة ديال الملحة، كأس الحليب دافئ ما يعادل 150 مليلتر، ربع كأس ديال زيت الزيتون، كأس ديال الماء دافئ، وأربعة ديال الكيسان ديال الدقيق ما يعادل 400 غرام. في العجانة وضعت الخميرة الفورية اللي خلطتها مع شوية ديال الماء دافين باش كنتخلصوا من داك الحبيبات. كنضيف عليها السكر، وغادي نضيف كأس ديال الماء دافي، وكذلك كأس من الحليب الدافئ، وكنحركوا العناصر حتى كيذوبنا السكر. بالنسبة للسكر انا استعملت لاكاسوناد، نتوما الا ما كانش عندكم توفر يمكن لكم تستعملوا سنيدة العادية. وغادي نضيف زيت الزيتون والملح ونحركوا العناصر. وهنا غادي نضيف اول كأس ديال الدقيق. كيف ما كتلاحظوا انا كنوزن بنفس الكأس اللي قيست به السوائل. بالنسبة للدقيق ما كنضيفوهش بدفعة واحدة، كنضيفو غير بشوية بشوية. صافي، هنا غادي نخلي العجنة ديالي تعجلي الدفعة الاولى ديال الدقيق، وهنا غادي نضيف الكأس الثاني. انا هنايا العجينة كيف ما ذكرت معاكم في المقادير طلبت لي 400 غرام، انتوما على حسب الدقيق ديالكم واش كيشرب السوائل او لا. فوالا، انا غادي نزيد هنايا الكاس الثالث، وغادي نبقى مستمره هكا حتى نكمل 400 غرام ديال الدقيق. وهذا هو القوام اللي خاصنا نتحصلوا عليه. عجينه خفيفه وكتلتصق كيف ما كتلاحظوا، خليوها هكا ما تتقصحوهاش بالدقيق. صافي، كنجمعوها من داك لو بول وكنحطوها في اناء اللي غادي نرشوه بشويه ديال الطحين، وغادي نخليوها ترتاح مزيان. شحال ما ارتاحت شحال ما مزيان، كنعاود ناكد خليو العجينه ديالكم ترتاح لكم في مكان يكون دافئ. صافي، وكنغطيوها ببلاستيك غذائي، وغادي ندوزو باش نحضر معاكم لاصوص طوماط. وبالنسبة للمقادير غادي نحتاجو مطيشة كبيرة منقياها اللي محيدة للابو، غادي نحتاجو جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون، معلقة كبيرة ديال الطماطم المركزة. بالنسبة للتوابل غادي نحتاجو الملح، الإبزار، الزعتر، وواحد الدريس ديال الثومة. وغادي نقطع على طوماط ديالي لي مربعات. صراحه هاد لاصوص كتجي رائعه بواحد المذاق رائع، روعه روعه. هي اللي كنعتمد عليها في البيتزا ديالي كلهم باي حشوه كيف ما كانت الحشوه، صراحه كتجي بواحد المذاق مزيون سورتو مع الثومه وداك الزعتر. هنايا غادي نضيف الطماطم ديالي في هاد الميكسور هذا، وغادي نضيف طوماط كونسونطري، وغادي نضيف التوابل كلهم مع الثومة، وغادي نضيف لهم جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون، وغادي نطحنهم بهاد البلونجور. نتوما الا ما عندكمش هاد البلونجور تقدروا تطحنوا المكونات ديالكم كيف ما بغيتوا وكيف ما باي حاجة عندكم متوفرة. صافي، هنايا طحنت لاصوص ديالي ورجعت لي بهاد الشكل هذا. وهنا وضعت المقلة ديالي على نار متوسطة، وضعت فيها زيت الزيتون، وغادي نحط لاصوص
شوفوا ما شاء الله كتجي عاقده هاد لاصوص، وغادي نخليوها 5 دقائق وكتوجد معانا. وها هي لاصوص ديالنا واجده. ورجعت للعجين ديالي، غادي نخرج منها الهواء كيف ما كتشوفوا، راها خمرت مزيان. دائما العجين ديال البيتزا خليوها ترتاح شحال ما ارتاحت، شحال ما مزيان، باش كتجينا هشيشه ومهويه من الداخل. صافي كنجمعوها مزيان وكنبداو نشكلو كويرات اللي غادي نحطوهم في بلاطو اللي غادي ندخلوه للفران اللي حطيت فيه بابيي كويسون، وغادي نحاولوا نشكلوا العجين لكويرات صغار متساويات الحجم. غادي نبداو نبيضوهم بحال هذا الشكل، هذا نحاولوا نعملوهم قد قد باش كيجيونا لي ميني بيتزا ديالنا مزيونين. واللي عنده الميزان يوزن كل كره خاصها توزن 40 غرام. صافي هنا غادي نستمر هكا حتى نكمل الكميه ديال العجين، ونحاولوا نخليو مسافه بيناتهم باش ما كيلصقوش مع بعض. وبعد ما كملت تشكيل ديال الكميه ديال العجين، هنا غادي نستعمل هذا الكاس، هذا اللي عنده الدوره ديالو شويه تكون كبيره، غادي نستعمله باش غادي ندير ثقب في الوسط ديال الكويرات. غادي ندهنه بشويه ديال زيت الزيتون، وغادي نبدا نضغط على العجين ديالي بهذا الشكل هذا حتى كنشوفوا الثقب تكونوا لنا في لاباط ديالنا. غادي نستمروا مع لي ميني بيتزا ديالنا كلهم بهذا الشكل هذا. وكنحاولوا نعوضوا الجوانب بصبيعتنا بالمساعده ديال شويه ديال زيت الزيتون. كيف ما كتلاحظوا كنضغط على العجين من الداخل وكنطلع على الجوانب باش كنحافظوا على داك لو كرو اللي عملنا، داك الثقب. وغادي نشكوهم بلا فورشيت، وغادي نبداو نعمروهم بلا صوص اللي حضرنا مع بعض. وبعد ما وزعت لاصوص طوماط في الوسط ديال لي ميني بيتزا ديالنا، دابا غادي نضيف لهم الجبن. انا هنا عندي خليط الاجبان، عندي الجبن موتزاريلا بزايد، كنضيفوه مباشره فوق لاصوص طوماط. نتوما تقدروا تستعملوا اي جبن متوفر عندكم واللي كيعجبكم. الجبن دائما كيتحط من تحت، عاد كنضيفوا عليه الخضار او اللحوم او اي حشوه غادي تستعملوها باش ما كيتحرقناش في الفران. وبالنسبه للحشوه انا استعملت لوتون وبصيله وزيتون اخضر واسود وفلفله حمراء، حشوه بسيطه تقدروا تستبدلوها باي حشوه كتفضلوا واللي كتبغيو، بحال صدر الدجاج او اللحم المفروم، او لا تكتفيو غير بخضره مشحره كتجي مزيونه بزاف. وغادي ندهن الجوانب ديال لي ميني بيتزا ديالنا بالصفر البيضاء. انا هنايا دهنتهم بالبانسو، كان عندي كبير صراحه ما ساعدنيش، نتوما الا كان عندكم بانسو صغير من الاحسن. وغادي ندخلوهم من الفران اللي عندي ديجا شاعل على 200 درجه من الفوق ومن تحت، وغادي نحط لي ميني بيتزا ديالي في الوسط ديال الفرن لمده 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه، وغادي نتلقاو مع الشكل النهائي.
وهادو هما لي ميني بيتزا ديالنا بعد ما خرجتهم من الفران، كيجيو بحال هاد الشكل هذا، كيجيو رائعين وقطنيين وكيتحضروا بسرعه. الصراحه ما كياخذوش الوقت بزاف نهائيا. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وغادي نفتح معكم وحده باش تشوفوا الهشاشه ديالهم كيفاش كيجيو. الصراحه شوفوا ما شاء الله كيجيو قطنيين، هنايا كانوا سخونين صراحه شواتني وضحيت معكم باش نوريكم كيفاش كيجيو من الداخل. ما شاء الله غزالين مع هاد لاصوص العجيبه اللي كتجي لذيذه حقا، كتستحق التجربه. فكنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم وتشاركوه مع الاصدقاء والاحباب، وما تنسونيش من لي لايك والتعاليق ديالكم الغزالين كيف العاده، ومرحبا باستفساراتكم وطلباتكم. وكنقولكم الى فيديو ووصفه قادمه ان شاء الله. تهلاو لي فراسكم، خليتكم على خير والى اللقاء.